وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. أبي هريرة رضي الله عنه بخاري مسلم تزغبوت الله سبحانه وتعالى فطور كل فطره كجرس بوالا براسو زند كعرش بها كعرش بلاي إذنتي قطعي قدمت بلو الله سبحانه وتعالى صافلان الله راسو زند كعرش بلاي إذنتي قطعي قدمت بلو صافلان سلزي الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي مهون يجلس المالد كعرش بلاي راسو زند سبال الله كعرش بلاي راسو زند الله كعرش بلاي عنده مالده كفلقاجو حديث بخاري في بدء الخلق الملولاي صوستشي عن سعاد عندهم دمو مسلم سعة الرحمة يملو ولدتشي سبعة عن أبي موسى العشري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. موسى العشري رضي الله عنه عند تناقلت رسول الله عليه وسلم أن ديال والو الله سبحانه وتعالى أهان كلافة ما كلافة متنيات لسوا يكبا ميزان الزكارة قال كفم يا رجال يلني تنصرا كان سايدرس ودى راسو يانا سوالي يكن عند مولاني سايدرس ودى راسو يانا سالي إشي يتسخرا مصر الله سبحانه وتعالى ودى راسو يانا سالي سبال ودى راسو وديتنو ወደ ራሱ የትሎም ያነሳ ግራ ቀኝ ወደ ላይ የቱ ጋር ወደ ላይ ከአርሽ በላይ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአርሽ በላይ ሆኖ ይሄ ያመላክታል።